السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أعظم ما يقضي فيه المؤمن وقته بعد الفرائض طلب العلم، فإن طلب العلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالزيادة في العلم خير للعبد من الزيادة في العبادة عند تعارضها. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض هي طلب العلم. وطلب العلم فيه إزالة للجهل، والعلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. فما من مصلحة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي مبنية على العلم، وما من مفسدة تدخل على العبد في دينه ودنياه إلا وهي من آثار الجهل وثماره. والعلم فيه الأجور العظيمة والمقامات الكريمة، ففيه الرفعة لصاحبه إن لزم فيه ما شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه الأجور الكريمة إن أتى به صاحبه على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، ولو لم يرد في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته. لو لم يرد في ذلك إلا هذا الحديث لكفى بذلك حثاً وتشجيعاً على الانتظام في سلك طلب العلم، وعلى أن يكون المسلم من طلاب العلم تعليماً وتعلماً. في مجلس واحد إذا أخلص العبد لربه وذهب إلى المجلس لا يريد إلا أن يتعلم خيراً وعلماً نافعاً، أو يعلم خيراً وعلماً نافعاً، يكتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلما زاد العبد في هذا كلما عظم ثوابه. ومن هنا فإن بذل العلم وتحصيله
من الأمور التي ينبغي أن تهتم بها الأمة، ولا تزال ترجو الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيت العلم ظاهرا ورأيت العلم فاشيا، ورأيت من هذه الأمة من ينتدبون إلى طلب العلم. ولا شك أن مما يضبط به العلم ما فتح الله به على الناس من الدورات العلمية التي يبذل فيها العلم النافع، فهي من وسائل تحصيل العلم وضبطه، ومن أعظم العلوم وأنفعها للعباد ما يتعلق بالفقه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا رأى الإخوة أن تكون هذه الدورة في الفقه من خلال كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح هذا الكتاب كاملاً في هذه الدورة وما يليها إن شاء الله عز وجل، وسنسير فيه على طريقة الشيخ، وهي طريقة البيان باختصار، فنبين إن شاء الله الحكم والدليل بما يحصل به المقصود إن شاء الله عز وجل، بحيث نمر على المقصود كاملا. وهذه الدورة هي في قسم العبادات من هذا الكتاب، وإن شاء الله عز وجل سنتم هذا القسم في هذه الدورة. فنبدأ متوكلين على الله عز وجل بمتن الكتاب مباشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من على شيخنا برضاك وعلى والديه ومشايخه وجميع المسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا صنيع العلماء في الغالب اقتداء بكتاب الله عز وجل بالقرآن الكريم، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كتب النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرأت فوجدت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الكتاب يقرأ، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهناك حديث يذكره العلماء، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ به لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. وهذا الحديث ضعيف، ولكن يذكره العلماء من باب الاستئناس لهذا الأمر، والشاهد أن هذا صنيع العلماء. نعم. وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بعد أن ابتدأ الشيخ بالبسملة أعقب ذلك بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بسورة الفاتحة المبدوءة بالحمدلة. ومعاني الحمدلة معلومة معروفة، والشيخ ذكر هذه الحمدلة وهي تشبه خطبة الحاجة، ولكن الشيخ لم يرد خطبة الحاجة، ولذلك ذكر فيها ما لم يرد
في خطبة الحاجة مثل قول الشيخ ونتوب إليه مثلا، فإن هذه الجملة ليست واردة في خطبة الحاجة، وهذا يظهر منها أن الشيخ رحمه الله لم يكن يريد خطبة الحاجة بعينها، ولكنه أراد بعض ما فيها وأراد أن يذكر الحمدلة. ثم بعد الحمدلة ذكر الشيخ الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وسيأتي يعني الكلام على الشهادتين باختصار في ثناء أو في أثناء كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثير ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. نعم. قال الشيخ: أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال، فلما فرغ الشيخ من التقديم بالخطبة جاء بهذه الكلمة للانتقال إلى الكلام عن الكتاب، وبين وصف هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب مختصر في الفقه، فهو كتاب في الفقه جاء على وجه الاختصار، وبين فيه منهجه، وهو في الحقيقة منهج بديع رشيد ألا أن تجده في المتون، حيث أن الشيخ رحمه الله يجمع فيه بين المسائل والدلائل، فمنهجه أنه يبدأ بالمسائل فيذكر الأحكام، ثم يجمع أدلة هذه المسائل جملة في آخرها، فيذكر ما ورد في الكتاب والسنة، وبين أنه إنما اقتصر في الكتاب على الأمور المهمة التي يعظم دورانها ويكثر وقوعها ويحتاجها كل مسلم، وأحيانا يقتصر على النص لأنه يفي ببيان الأحكام فلا يذكر الأحكام وإنما يذكر النص، وقد يفرع عليه وقد يسبقه بالأحكام، قد يفرع عليه أحكاما وقد يسبقه بذكر الأحكام. نعم. قال رحمه الله: وكثير ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، هذا من منهج الشيخ رحمه الله عز وجل، وبين الشيخ منهج العلماء المعتبرين في الفقه، وهو أن الفقه ليس في نصب الأقوال المعارضة للأدلة، وإنما الفقه في بناء العلم على الأدلة، الفقه الصحيح المحمود شرعا المحمود صاحبه هو الذي يبنى على الأدلة ويرد إلى الأدلة، وهذا هو العلم النافع الذي يثمر الخير والبركة فتحصل به الفائدة. ثم عرف الشيخ الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا تعريف للفقه، معرفة الأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع والمأخوذة من الشرع، ولما كانت الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما هو متفرع عن مسائل الاعتقاد، ولذلك بعض الفقهاء يسمي مسائل الاعتقاد بالفقه الأكبر ومسائل الفقه بالفقه الأصغر، لأن الأصل هو الاعتقاد أن يقوم الدين، الأصل
أن يقوم الدين، ثم تتفرع عنه يعني الأحكام. لما كانت الأحكام على هذا، بيّن الشيخ أن المقصود بالفقه هو المسائل الفروعية، المسائل الفروعية العملية المنبنية على الأدلة ليخرج مسائل الاعتقاد. ثم قال الشيخ بأدلتها، أي بواسطة أدلتها، معرفة الأحكام الشرعية بواسطة أدلتها. فهذه المعرفة مكتسبة من الأدلة الشرعية. وبين الشيخ أصل الأدلة، وهو الكتب، وهو الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأصل في هذه الأربعة الكتاب والسنة، والإجماع والقياس يرجعان إلى الكتاب والسنة، يرجعان إلى الكتاب والسنة. وهذا الفقه الذي ذكره الشيخ، أعني هذا المعنى، هو فقه المجتهدين في الحقيقة، فقه المجتهدين في الحقيقة. وذلك نحن نقول إن الفقه قسمان: القسم الأول هو فقه المجتهدين كالأئمة الأربعة، وهو ما ذكره الشيخ. والقسم الثاني فقه العلماء الذين دون الاجتهاد وطلاب العلم، ونستطيع أن نقول إنه معرفة الأحكام الشرعية الفروعية مع الأدلة الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفروعية مع الأدلة الشرعية. فهو معرفة للأحكام الشرعية الفروعية، لكن لا يلزم أن يكون العارف قد استنبط هذه الأحكام من الأدلة بنفسه، لكنه يعرف الحكم ودليله. فإذا كان يعرف الحكم ودليله فهو فقيه، وإن لم يكن مجتهدا، وإن لم يكن من المستنبطين. لكن ما دام أنه يعرف الأحكام الشرعية مع أدلتها فهو يعني فقيه. والشيخ بين أنه اقتصر على الأدلة المشهورة، لأنه بنى الكتاب على الاختصار، ولأن الدليل الواحد فيه المقنع للمؤمن. إذا وجد الدليل الواحد الدال على الحكم فإن المؤمن يقنع بهذا. وإذا كانت المسألة خلافية فإن الشيخ يقتصر على القول الذي ترجح عنده. إذن سنفهم من منهج الشيخ أنه إذا كانت المسألة اتفاقية فأنا أذكر الحكم ودليله، وإذا كانت المسألة خلافية فإنه يذكر القول الذي ترجح عنده ولا يلتزم بالمذهب، ولا يلتزم بالمذهب. والذي يعرف الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعلم تماما أنه على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية سواء بسواء، على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سواء بسواء في جميع الأمور، أعني في المنهج والطريقة في العلم.